السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. Fun new fun with English Bible's book A، الفصل الدراسي الأول. معنا الكتاب، طبعا ده منظر الكتاب. عندنا الوحدات Unit 1 2 3 4 Revision 1 5 6 7 8 Revision 2، وعندي كل وحدة بعد كده في further reading and now read on grammar review, verbal table, picture, dictionary, glossary, e-learning, scope and sequence, ده forbearance للوالدين، أهداف كل وحدة وأهداف تتعلم أهداف كل وحدة. طبعا عندي هنا بيقول لي يونت 1 ميت ماي فاميلي. الاستراكشر في الوحده ديت الجرامر، يعني استراكشر يعني جرامر. بدرس فيها البريزنت سيمبل، بدرس فيها الامبيراتيف الجمله الامريه، ذا فيرب لايك بلس اي ان جي، خدناه ده في سنه ثالثه. الفعل الايك بيجي له اي، بيجي له بعضيه فعل بعضين منتهي باي ان جي. بعد كده الـ present continuous المضارع المستمر. الوظائف الـ functions اللي بتعلمها في الوحدة: use greetings and responses، التحية والرد، ask and answer questions، السؤال والإجابة على أسئلة، express likes and dislikes، بعبر عن حبي للشيء وكرهي للشيء، كلمات الجديدة موجودة مكتوبة، اللي في أغنية عندي في اليونت، كل ده هنسمعه مع بعض إن شاء الله تعالى. هنبدأ كده باليونت، هنمشي معايا، تفتح معايا الكتاب. شخصيات الكتاب كاركترز، عندي سارة، عندي كمان أمل، سارة وأمل، يبقى البنات سارة وإيه وأمل، الأولاد ناصر وحمد وسامي، يبقى سارة وأمل وناصر وحمد وسامي. عندي الدب اسمه بريني. هنفتح طبعا بيج نمبر 2 يونت 1، ده شكل الصفحة. أنا طبعا هقرب الكلام علشان الخط سيء جدا. هنا بيقول لي يونت 1 meet my family، قابل عائلتي أو أسرتي. الجرامر البوكس الأصفر ده والصندوق الأصفر بيقول لي you will، أنت سوف، you will، تستخدم، I am بريني، أنا بريني، I am عامل لي قوس يعني بكتب اسمي هنا، ممكن أقول هنا ناصر، ممكن أقول هنا ده سالم، ممكن أقول هنا دانا، أي اسم بقى. أنت مثلا اسمك فهد، هتقول هنا إيه بدل بريني، هتقول فهد، I am فهد، معناها أنا فهد. This is my، برضو اجي اعرف واحد بحد اقول له this is my brother sister father، هذا يكون ابي اخي اختي وهكذا. It's nice to meet، it's nice to meet you، انه لطيف لمقابلتك. Come and meet our family، تعالى وقابل عائلتي. This is Sarah's friend، هذا يكون صديق اسم المعين، نقول هنا علي's friend يعني هذا صديق علي. هنتعلم كمان دير يعني دب، everyone كل واحد، smile يبتسم، oh dear يا عزيزي. طبعا هنسمع مع بعض وهنقرأ. بيقول لي listen and read، الغرض من الدرس دوت اسمع واقرأ. هتسمع وهتقرأ، يعني انت بعد ما تشغل ملف الاستماع وتسمعني لازم تقرأ بعضية، لازم تقرأ. من ربع المستحيلات انت لو سمعت حاجة ما تقدرش، استحالة تقول لي معرفش أقراها، طبعا لازم تقراها. نسمع مع بعض يا أطفالي الأحباب المحادثة مع بعض. Unit 1 Meet my family Pages 2 and 3 Exercise 1 Listen and read. Oh, excuse me. I'm Brainy. I'm a bear. What's your name? Hello, Brainy. My name's Nasser, and I'm 10 years old. This is my brother. Hello. I'm Hamad, and I'm 6
16 years old. Come and meet our family. Mum? Dad? Sora? This is Brainy. Brainy, this is my dad, my mum, and my sister. It's nice to meet you, Brainy. Hello, Brainy. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Hello. I'm Sara, and I'm 11 years old. Amal, Sammy, come and meet Brainy. Brainy, that's Nasa's friend Sammy, and this is Sara's friend Amal. It's nice to meet you, Brainy. Hello, Brainy. How are you? I'm fine, thank you. Now I know everyone. Can I take your photo, please? Stand there. I want to see behind you. Smile. Say cheese. بعد ما سمعنا مع بعض يا أولادي هقرأها أنا وهتقول ورايا، هقرأها وتقرأوا ورايا. هنرجع تاني لصفحة رقم 1. طبعا هنا عندي بيقول لي إيه الدب بريني، بيقول Oh excuse me I am Brainy. أو معذرة أنا بريني. I am a pear. أنا دب. What's your name? ماذا يكون اسمك؟ قالوا hello Brainy. أهلا يا Brainy. My name is Nasir and I am 10 years old. اسمي ناصر وأنا أبلغ من العمر 10 سنوات. This is my brother. هذا يكون أخي. هل إيه؟ Hello, I am Hamad and I am 16 years old. أهلا أنا حمد وأنا 16 سنة. Come and meet our family. تعال وقابل عائلتنا. هيروح يقابل عائلته. ده مين بقى اللي قاله الكلام ده؟ حمد وناصر. ناصر اتكلم مع أبوه وأمه. قالوا مام داد سارة. This is Brainy. ماما بابا يا سارة. هذا Brainy. Brainy. This is my dad. بيكلم Brainy بيقول له Brainy. This is my dad. My mom and my sister. Brainy. هذا يكون أبي وأمي وأختي. It's nice to meet you Brainy. إنه لطيف لمقابلتك يا Brainy. Hello Brainy, it's nice to meet you. أهلا يا Brainy, إنه من اللطيف لقابلتك. Hello, قال إيه؟ It's nice to meet you too. إنه من اللطيف مقابلتك أيضا. قالت Hello, I am Sara. كاسين كله بقول I am هنا قالت I am Sara. هنا قال خلاص التاني قال I am Sara. طيب and I am 11 years old. أهلا أنا سارة وأنا 11 عاما. الأمل سامي come and meet Brainy. أمل سامي تعال وقابل Brainy. Brainy that's Nasir's friend Sammy and this is Sara's friend Amal. Brainy ذلك يكون صديق ناصر سامي وهذا هو صديق سارة اللي هي أمل. It's nice to meet you Brainy. إنه من اللطيف مقابلتك يا Brainy. Hello Brainy, how are you? أهلا يا Brainy كيف حالك؟ قال إيه؟ I am fine,
Thank you, Anna. بلد بخير الحمد لله شكرا لك. Now I know everyone. الآن أنا أعرف الجميع. بريني رجع عليه. Can I take your photo, please? ممكن أنا ألتقط صورتك من فضلك. Stand there. قف هناك. I want the sea behind you. أنا أريد البحر خلفك. Smile. ابتسم. Say cheese. وقول كلمة cheese. قالوا كلهم مع بعض cheese. Oh dear. Sorry. Oh يا عزيزي. آسف. قال لي right or wrong. صح أم خطأ. استخدمنا في الدرس دوت سامي is Nasser's friend. هنستخدم اسمين بينهم is وفي الآخر friend، يعني معناه ان الاسم الأولاني بيكون صديق الاسم الثاني في منتهى البساطة. لو انا حطيت هنا علي وحطيت هنا احمد هيبقى علي صديق احمد. وهستخدم الاسم واقول بعديه is وبعديه رقم، وكلمة years old بعبر عن العمر. حمد is 16 years old، معناه ان حمد عنده 16 عام. ده كله في البريزنت سيمبل المضارع البسيط. رجعنا يا اولاد، محدش ينسى الكلام ده. يبقى تاني بستخدم اسمين بينهم is وفي الاخر فريند، معناه ان الاول صديق التاني. بستخدم اسم بعضيه is والعمر بعبر عن اسمه. وفي الآية وكان استخدمت I am واسمي بعرف نفسي. This is my بعرف واحد تاني على حد تاني. It's nice to meet you. لطيف مقابلتك. Come and meet our family. تعال وقابل عائلتنا. خلاص كل ده سهل. تعالوا نشوف الصح والغلط. تعالوا مع بعض هنشوف الصح والغلط. هنمسك القلم بتاعي وهكتب right أو wrong، صح أو غلط. The bear's name is Briny. اسم الدب يكون بريني. هعمل صح طبعا. طيب ناصر is 9 years old. ناصر يكون 9 سنوات. تعالوا نشوف ناصر كده. فين ناصر؟ أو قال له hello Briny, my name is Nasser and I am 10 years old. عنده 10 سنوات. فهنا بيقول لي 9، هنا أقول له إيه؟ X wrong. حمد is 15 years old. حمد عنده 15 سنة. الكلام ده صحيح. فين حمد؟ قال له hello I am حمد and I am 16 years old. عنده 16، إنما هنا بيقول لي 15. دي برضه هتبقى خطأ wrong. سارة is their sister. سارة بتكون اختهم، اخت حمد وناصر، صح ولا غلط؟ ما هو ناصر بيتكلم. ناصر اهو دوت ناصر بيتكلم بيقول ايه؟ مام داد سارة is Briny. قال له Briny this is my dad my mom and my sister. sister بقى my sister اللي هي مين؟ اللي هي سارة. فهنقول له صح. أمل is Sarah's friend. أمل بتكون صديقة سارة. فين أمل؟ هنا قال له سامي this is Sarah's friend أمل. Sarah's friend أمل صديقة سارة اللي هي مين؟ أمل. يبقى هنعمل هنا صح؟ right. ناصر took a photo. ناصر أخذ صورة؟ لا، ده Briny اللي أخذ صورة. الدب Briny هو اللي التقط صورة. يبقى هنعمل هنا wrong. السؤال اللي بعده بيقول لي read and match. اقرأ ووصل. برضو يا أولاد قريتها نوصل منهم مختلف زي ما اتعلمنا في سنة تالتة وفي أولى وتانية. هنا بيقول لي سامي إز، نمسك اللون البرتقالي البني، لا اللون الأصفر البرتقالي عشان هنا عندي البني. بيقول لي هنا سامي is ناصر's friend. سامي بيكون صديق ناصر، دي محلولة. طب سارة is ايه؟ ها سارة is، ينفع اقول سارة is ما ينفعش is تيجي بعد is، ما ينفعش is تيجي ورا is. طب ينفع اقول سارة is ناصر's، سارة is 16 years old. سارة بيكون
تكون عمرها 16 عام؟ لا طبعا غلط. ينفع اقول ساره از 11 years old. تعالوا نشوف ساره كده، ساره عندها 11 سنه. فين ساره؟ I am Sara and I am 11. اي عندها 11، هنوصل ساره از 11 years old. كده لما المستر بتاعي الاستاذ بتاعي يشوف انا موصل ايه، هيلاقي ان دي متوصله بدي. نمسك اللون الاخضر. ناصر ذا براذر، اخو ناصر ماله؟ ناصر ذا براذر از حمد، صح، اخو ناصر بيكون حمد. حمد هو اخو ناصر، وناصر هو اخو حمد. نمسك اللون الازرق. حمد از 16 years old. هنا حمد عنده 16 سنه. بكده نكون وصلنا إلى نهاية الدرس الأول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.